إذا قيل هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قبائل من هذه الأمة ستلحق بالمشركين؟ فقل نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البرقاني قال: وسيلحق حي من أمتي بالمشركين. ما معنى هذا اللحوق؟ إما أن يلحقوهم حسياً، بمعنى أن يذهبوا إليهم في بلدانهم وأن يستوطنوا في بلدانهم قبائل من هذه الأمة، أو أنه لحوق معنوي، وإذا بأهل القبائل أصحاب الأعراف والعادات والتقاليد الطيبة الحسنة إذا بهم يتبعون في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي ملابسهم يتبعون هؤلاء المشركين.